بكره ببيوتكم رح تتجوزوا ويصير عندكم عائله، اذا بدكم تطنشوا من هون تطنشوا من هيك بيفرط البيت. صح صحيح. كل شيء بده اراده، ابدا اراده ما عليه دي كونسيسيون، يعني بدكم تنزلوا من حقوقكم تتوصلوا على النتيجه اللي بدكم اياها. صح. احنا قربنا انا وباش و جربتوا؟ قربنا على الخط. طيب بنتي فهمنا بس حلوه قوي بجد. وي توا ما بوبي شيري. او كل شوي تغني لها نفس الاغنيه دي. طب تغني لي اغنيه زيها. بتعرفي شو يعني ما بوبي؟ يعني عروسه. يا عروسه عروسه. نو با دورمي. تفضلي مستحيلي تبنك هالقد. شباب بدي بعد ابراهيم والله معكم يلي بده يروح. انا قاعد بكره تانيا. بدي بسمة وعبد العزيز. نعم بكره ان شاء الله جايين هم اكيد اليوم. ما بعرف اذا اليوم واصلين. لازم اليوم عشان اكيد. ما بعرف ما عندي فكره. اوكي وبكره شو الاربعاء والخميس كون خلصنا كلنا. انا بكره ان شاء الله. انت بكره وبسمة. وانا الخميس. انا ما عملت انا وياك شو بك نسيت امبارح. C'était très bien aujourd'hui. J'ai fait l'irade, بس تشتغلي منيح مع احلاه، بس بدي تنتبهي بس لنوت ايجو مش لورا لقدام. لا يا بنتي عظيم معلوم مره على مره بتصيري احسن، بعد عندك ضعف بالنوتات العاليه. نشتغل على يلا. ميرسي مدام ميري. نعم انا تريبيان ولا تريبيان خلاص بدي اشتغل. يلا يعطيك العافيه مدام. الله يعافيك. انا في مشاهد تاني. يلا لبرا. بس تاخدي تمك بالعرض كيف بيقوى الفوليوم. بسمع لاحظتي؟ يلا وما شانتي لو مورسو. برافو سمعتيها؟ بدك قتلي. صافية صافية باور ظهر صوتك لبرا. باور لمين خليتي؟ شو هالولاد هون؟ صافي صافي بعد ما شاء الله بالفعل صوتها صافي من الأول بس ما كان في باور. تري بيان تحكي تضحك
هذا الصوت اللي بدي اياه، وبدك تمسكي وظهري لبرا. Tu ne bouges plus tes lèvres. Très bien. في خنقة ترجعي تشقلي وبتظهري لبرا بتاخدي بالعرض. بتجنن اليوم شفتي. وبعدين على كل حال وجهك رايق اكثر اليوم لانه هذيك اليوم كنت تعبانه. كنت تعبانه امبارح واول امبارح. ايه واخذتي الفيتامين سي. اخذت الفيتامين سي ونمت امبارح. ايه برافو شفتي. تي تري بيان اجوردي. اسم الله هيك بدنا. والعصا بده يمشي. مع بعضهم. تيان لومي سيل تو بلي افيك لي ليف. بدك تمسكي الماء بشفافك. فهمتي؟
بس ما ترخي شفيفك. ها بس بدك وقت يلا عايتينه بس امسكي لي الماء بشفافك برمي سمعتيها شو حلوه ايه سمعتي يلا لا سوري هيدي اخذت وقتها لا اتاك ديريكت اي لو مي تو تيان تي ليفر فازي الشغل بيوصل يلا الغنج ما بيوصل لنتيجة أبدا بيرجع سنين لورا نوميني بتعرفي مدام إن النوميني بتصحي كتير يعني شو لكير لا بتهزك شوي بتقوي الشخص مو شوي وايد ليه معك خبر ولا مرة بقفي صف فلا ليك كله راحوا بضل قاعد هيدي بهنيك فيها الشغل الله يخلي ليك لفت لها نظرة لإلي صار بهالشغل كمان تعمل قد ما فيك يلا سيطر عليا لا شوي لورا جيت لو ان فير لو او داكور Parce que tu as prononcé A vers le haut. Oui. Et j'ai attrapé le mais. Mais oui. Mais le problème, c'est que c'est deux, trois règles que tu dois te concentrer et chanter en même temps. Et c'est tellement simple. Parce que nous, nous brûlons, nous brûlons l'arbre que là, tu as fait, tu as mis le jardin. Oui. Mais.